السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة المطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا وصفة جد مميزة وخاصة، كتجي لذيذة بزاف، هو الطاجين المخ مشرمل في الفرن. كيجي واحد الطاجين هائل ولذيذ بزاف، ما تشبعوش منه، كيجي غزال، ضروري تجربوه، ما تفلتوش هاد الوصفة، كتجي هائلة. تخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا المخ اما ديال البقري او ديال الغنمي، بالنسبه لي انا اخترت البقري والغنمي، كنختاروا حسب الذوق ديالكم، حسب اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم. الان كناخذوا بصيله صغيره كنقطعوا على هذا الشكل، عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه تاع السودانيه صغيره، بالنسبه للسودانيه اختياريه، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ثلاثه الفص تاع الثوم، كناخذوا فص وورق سيدنا موسى هو باش كنسلقوا به هذا المخ، عندنا معلقه صغيره ديال التحميره اي الفلفل الحلو، معلقه ونص تقريبا، معلقه صغيره ديال السمن، عندنا حامضه واحده. بسم الله. كناخذوا كاسونه كنديروا فيها الماء، بمجرد ما كيغلى كنديروا فيها هذا الثومه، ورق سيدنا موسى، عندنا تقريبا هنايا الملح، قليل من الملح، شويه ديال الملح، كناخذوا جوج قطع ديال الحامض بهذا الشكل وكنبيضهم، ومن بعد كنديروا المخ، تقريبا تتركوه تيغلى لنا غير شي 4 دقائق. بسم الله. بعد ما مرت تقريبا 4 دقائق الان غادي نحاولوا نحيدو. بسم الله. بعد ما صفينا وتسقطر نحاول نقطعو قطع على هذا الشكل، راه بالنسبه حيت سلقنا ديك السلقه راه حيد منه جميع الزوائد، هذا الشكل كنديرو حسب، ما تنديروش صغار بزاف، هذا راه مخيخ، وكنبقى مستمرين حتى نكملو الكل. بسم الله. الان كناخدو الطاوة كنضعو فيها الزيت تقريبا ربع كاس ديال الزيت، وكنحاولو نديرو هاد البصل اللي قطعنا بهذا الشكل، هاد البصل كنتركوها حتى تتحمر لينا مزيان وكتقلى مزيان، كنديرو الملح دائما الملح حسب الذوق، كنطبقو الكل حتى تيتقلى لينا البصل تتقلى مزيان. بعد ما تقلات لنا البصل على هاد الشكل نتوما كتلاحظو، كنديرو تقريبا ربع كاس ديال الماء، من بعد كنديرو العطية، كنديرو واحد السمن، كيجي لذيذ هاد المخ بزاف وبنين، ولي مبغاش يدير السمن كيدير الزبدة، ما عندوش السمن يدير واحد قطع ديال الزبدة. هاد التومة بعد ما بشرناها، عندك الفلفلة التحميرة، الفلفل الحلو، الإبزار، كمون، الكمون، يكون كمون بلدي، إلا مكانش الكمون بلدي تيكون داك الكمون تيكون معر، بالنسبة لهاد الكمون ديال الدار، واحد البشمة ديال الحاجة نقية ديال الدار، كنشريوه، كنمقيوه وكنطحنوه، كندخل واحد شوية ديال الملحة، وكنمزجو هاد المكونات بهاد الشكل، ومن بعد، تنمزجو، كنديرو المخ. بعد ما مزجنا هاد المكونات كنحاولو نوضعو هاد المخ، قطعة ديال المخ. الآن بعد ما وضعنا هاد المخ كنحاولو نقلبو على هاد الشكل، كنمزجو، وبلاتي أحسن شوية، واخا كيتفرتنا بعض الشيء لأن باقي غادي نوضعو في وسط الفرن، غير هو يشرب لينا القرن ديال هاد العطرية. الآن كنمزجو على هاد الشكل هانتوما كي كتلاحظو، وكنغطو عليه غير شي 3 دقايق لأنه هو سبق لينا سلقناه توقف، بغا ندخلو الفران كنحاول باش يشرب لينا هاد القرن، وكنغطو عليه بعض الشيء 3 دقايق، كتكون النار مهيلة. بعد ما تقريبا مرت 4 دقايق وشرب المخ البنة نتوما كي كتلاحظو، الآن غادي نطفيو عليه النار ونمرو للمرحلة التانية. بسم الله. الآن كناخدو هاد الطويجنات الصغار
هادو كيدخلوا الفران كنحاولوا كنديروا لهم شويه الزيت على هذا الشكل، كنحاولوا نضغطوا فيهم المخ باش من بعد ندخلوا هذا المخ الفران. انا كنحاول هذا المخ نفرقوا على ثلاثه ديال الطاجنات. نحاول نخليهم هكا قطع كبار شي شويه طريفات، نحاولوش نفرتتوهم باش كيعطيو واحد المنظر. بسم الله. الان كناخذوا 4 ديال البيضات حسب المتوفر عندكم، يمكن تاخذوا حتى 6 البيضات. كنضربهم مزيان على هذا الشكل باش نوضعوا هذا البيض فوق المخ وندخلوا الفران. بسم الله. بعد ما طربنا البيض على هذا الشكل، الان غادي نحاول هذا البيض نصبوه فوق المخ. بسم الله كيما هذا الشكل باش ندخلو الفران. بسم الله. الان كندخلو من الفران وتطرقو تطيبو غادي كيطيبو. الشكل النهائي ديال المخ ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع ولذيذ وبنين. هانتوما كتلاحظو الشكل ديالو كي كيجي، كيجي غزال ولذيذ وطيب على حقه وطريقه. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوه بارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.